أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية الخاصة بالثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية، مكون النصوص مجزوءة مناهج نقدية حديثة، المنهج الاجتماعي، الحصة الأولى. هذه الحصة هي مناسبة للوقوف مع نص تطبيقي بعنوان سيسيولوجيا القصيدة العربية. هذا النص موجود في كتاب واحة اللغة العربية الصفحة 220-221، وهو للناقد نجيب العوفي. سنحاول في تحليلنا لهذا النص التطبيقي أن نستثمر أيضا ما رأيناه في مكون التعبير والإنشاء من خلال مهارة كتابة إنشاء أدبي حول قضية أو قولة نقدية من خلال اعتماد التصميم المنهجي بدءا بالمقدمة والتي نبدأها بعنصر التأطير. يمكن الإشارة على مستوى التأطير إلى مختلف المناهج التي اتخذت النص الأدبي موضوعاً لها، سواء كانت هذه المناهج مناهج تعتمد على السياق الخارجي أو ما يسمى بالمناهج السياقية، مثل السياق النفسي بالنسبة للمنهج النفسي، أو السياق التاريخي، أو السياق الاجتماعي، وسواء كانت هذه المناهج أيضاً مناهج نصية أو نصانية كالمنهج الأسلوبي والمنهج السيميائي والبنيوي وما إلى ذلك. ثم أعرف بالمنهج الاجتماعي بشكل عام وبالمنهج البنيوي التكويني على وجه الخصوص، لأن الذي يعتمد في هذا النص هو المنهج البنيوي التكويني، من خلال الإشارة إلى نشأته وإلى تطوره وإلى خصائصه وأهم مفاهيمه وإلى رواده الغربيين والعرب، ثم أنهي بتعريف مختصر لصاحب النص. وقد دبجت مقدمة لخصت فيها هذه العناصر وهي كالآتي: لقد تنوعت المناهج النقدية الحديثة بحسب تنوع مكونات النص الأدبي ومقوماته، فلأنه كيان لغوي كان موضع بحث من علوم اللسانيات التي وفرت للناقد أدوات دقيقة تسبر أغوار البنية الناظمة للنص، وبما أنه يصدر عن مرسل له تركيب نفسي يتحكم فيه منطق الرغبات المكبوتة ولغة الوعي واللاوعي، فقد وجدت السيكولوجيا طريقها إليه، وكونه يعكس حال المجتمع وعاداته وتقاليده والبنيات العقلية التي تشكل بنية وعي جمعي ينتمي إليه الكاتب ويجسده في عالم تخيلي يستبدل به شكل الواقع، فقد مثل علم الاجتماع إطارا مرجعيا نظريا لقراءته. هكذا قام المنهج الاجتماعي على تفسير النص الأدبي بربطه بمحيطه وشروط إنتاجه. ويعتبر المنهج البنيوي التكويني الذي صاغه لوسيان جولدمان من أبرز المناهج النقدية الحديثة، فقد ركز أصحابه على عمليتي الفهم والتفسير، فخصوا العملية الأولى بوصف العمل الأدبي في حد ذاته لاستخلاص بنيته الدلالية، وخصوا العملية الثانية بتفسير هذه البنية من خلال تفاعلها مع البنية الذهنية للجماعة التي ينتمي إليها المبدع أو الأديب. وقد عكف على تطبيق هذا المنهج كثير من النقاد العرب، أمثال إدريس بن المليح وحميد الحميداني ومحمد بن نيس وعبد الله راجع وغيرهم. ويعد نجيب العوفي صاحب النص من النقاد الذين ركزوا في دراساتهم على المنهج البنيوي التكويني لقراءة النص الأدبي. دائما في المقدمة ننتقل إلى العنصر الثاني، وهو صياغة الإشكالية من خلال طرح أسئلة مركزة تخص الفهم والتحليل والتركيب. وكإشكالية لهذا النص الذي نحن بصدد تحليله، النص الذي بين أيدينا مقتبس من كتابه ضمير يعود على نجيب العوفي،
ظواهر نصية، فما القضية مدار النص، وما المفاهيم المؤطرة لها، وكيف وظف الكاتب المنهج الاجتماعي البنيوي التكويني لإضاءتها، وما الإطار المرجعي الذي استند إليه، وما مظاهر اتساقه وانسجامه. العنصر الثالث وهو رصد بعض المشيرات الدالة من قبيل العنوان وبداية النص ونهايته التي تسعفنا في صوغ الفرضية. ارتباطا دائما بالنص، نقول من خلال ملاحظة عنوان النص سوسيولوجيا القصيدة العربية وبدايته ونهايته ومشيرات نصية أخرى من قبيل لسان الجماعة، الأنا الجمعي، البنية السوسيوثقافية، البنية الذهنية العميقة، يتبين أنها مفاهيم تنتمي إلى علم الاجتماع الأدب. ومنه نفترض أن القضية المطروحة في هذا النص هي رصد تطور القصيدة العربية منذ العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، فإلى أي حد وفق الناقد في تطويع تلك المفاهيم لقراءة القصيدة الشعرية بها. بعد المقدمة ننتقل إلى العرض ونبدأ بمرحلة الفهم، والتي لا بد قبل الشروع فيها أن نقرأ النص قراءات متعددة ومتأنية. نفترض جدلا أنكم قرأتم النص، إذن عندما نقرأ النص ينبغي أن أحدد القضية المركزية ثم العناصر المرتبطة بها، وذلك في فقرة مركزة أو فقرات. ارتباطا بالنص نقول يعالج الكاتب قضية نقدية اجتماعية هي تفسير تاريخ القصيدة العربية وتطورها، وذلك بربط بنيتها الدالة بالبنية الذهنية للمجتمع. وقد تفرعت عن هذه القضية المركزية عدة عناصر نجملها فيما يلي. أولا، القصيدة الجاهلية صورة صادقة لبنية المجتمع الجاهلي، فهي تتضمن أصوات الجماعة القبلية. وفي العصر الإسلامي تأثر الشعر مضمونا وشكلا ووظيفة بدعوة الإسلام التي تقوم على مفهوم الأمة بدل القبيلة. وفي العصر الأموي استعاد الشعر عقله الباطن واستيقظ الأنا القبلي، ونتج عن ذلك مفارقة وتناقض بين البنية السطحية للمجتمع والدولة، بنية مدنية متحضرة والبنية الذهنية العميقة لهما بنية رعوية وقبلية. وظل الشاعر على مدى الدولتين الأموية والعباسية موظفا رسميا انتهازيا، فابتعد عن المجتمع وفقد شعره قيمته الإنسانية الحقة، وإن ظل محافظا على قيمته الفنية والأدبية. ثانيا، البنية السوسيوثقافية تشكلت صيغتها النهائية منذ العصر الأموي، فصعب على محاولة التجديد كسر عمود الشعر الذي لم تتخلخل بنيته إلا مع الحملة الاستعمارية التي حطمت العمود السياسي القديم بأمجاده وانتكاساته. وتفتت الكيان التاريخي والحضاري إلى فسيفساء سوريالي، فتغيرت بذلك بنية القصيدة الحديثة التي انفتحت بتشكيلها العروضي وهندستها المعمارية المفتوحة على الاحتمالات والمفاجآت، وتغيرت أغراضها وأصبحت تعيش في عصر ومجتمع إشكاليين يتناقض ظاهره وباطنه. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، قد أنهينا الحصة الأولى من هذا الدرس المتعلقة بمرحلة الملاحظة والفهم، في انتظار الحصة الثانية المتعلقة بالتحليل والتركيب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.